كلها عندما تحضر الجماهير، عندما تتواجد الجماهير، عندما تسمع ردود الفعل، حتى اللاعب يكون هناك الأمر مختلف. لكن نقول بالتبع بإذن الله تعالى يكون الأمر أجمل من ذلك في الأيام القادمة بإذن الله. اللعبة عبد الفتاح عسيري يأخذ كرة، سوزا يتقدم، غريب خذوهات، محاولة نقلة للأمام لكن عدت مرة ثانية، ما زالت للنادي الأهلي، يحاول فيها لعبة للأمام طويلة على الرأس، هياها محاولة تسديد جول، محاولة ما بجول، نعم جول، من يفتتح غيره عمر السومة، الأهلي في الجوهرة بالتخصص وعمر السومة يكون هو الآن المتخصص في الشباك الاتحادية. نعم أول أهداف الديربي، كانت النوايا واضحة من البداية، القلعة الأهلاوية قلعة الكوز تريد هذه الليلة هي رفعة روز من العقيد عمر السومة، الهداف الكبير يظهر في الليلة الكبيرة في الديربي الكبير، هذه نقلة وهذه لمسة الأولى هو اللي هياها، بعد ذلك ردت من حارس المرمى عمر السومة، أخذ تمريرة الرد من قروهي بعد المتابعة الجميلة، هذه نقلة عبد الفتاح وهذه رأسية وهذه تسديدة غريب، اللي مو غريب على المرمى أبدا هو عمر السومة، مو غريب على المرمى أبدا وليس غريب في كل مرة، إذا كان الأهلي متخصص في الجوهرة فهذا الرجل عمر السومة متخصص في الشباك، بل في كل الشباك، هذا صاحب ال 31 سنة السوري عمر السومة يسجل هدفه في الدوري رقم 118 ويسجل الثاني عن المستوى، لأنه خلاص يعني ضياع النقاط اعتقد. اوه هذه كره ملعوبه للامام، فهد المولد انطلق، فهد مر، فهد محاوله امام المرمى امام الجول، اوه عمل كل شيء، الله 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 الله، هذا كل شيء، فهد عمل كل شيء، الا الشباك، اتى من يهز الشباك، اتى نادي الاتحاد، عاد العميد، عاد للكبرياء، عاد للتعادل بكرة وحيدة تقدم فيها برغبة فهد المولد، الأسمراني يظهر مرة ثانية، لكن تحركه كان رائع، شوف أمام ثلاثة، ما شاء الله انطلق كسام من الأول من الثاني، قال العويس أيضا هذه الكرة، شوف المتابعة، شوف رومارينيو، جاء عبد الإله المالكي من الخلف، سددها قوية، عبد الإله المالكي اللاعب الدولي يسجل هدف التعادل بعد مجهود خرافي ورائع، لم تكتمل الصورة إلا مع كرة عبد الإله، سددها قوية في الشباك وبعيدة عن أنظار محمد العويس، شاهدها بس وكفاية على هدف التعادل، واحد النادي الأهلي، واحد الاتحاد، لكن بعيد كل هذا الكلام، بعيد عن التشويق، بعيد عن المرمى، لكن انطلق عبد الرحمن غريب، راح عبد الرحمن، انطلق عبد الرحمن من الأول بالمهارة، لكن ينتظر أنه يغير الاتجاه، لا قال حسين عبد الغني تعال، لعب الكرة عالية، حسين عبد الغني طويل، هذه وصلت خطيرة أمام الجول، أمام الجول، أمام الجول، عمر السومة، عمر السومة مرة أخرى يظهر، قلنا هو المتخصص، عمر السومة، كل الكرات في أقدامه محسومة، واحدة بس تكفي عمر السومة، وصل العقيد، سجل الراقي، وصل الإمبراطور عمر السومة، وصل الإمبراطور عمر السومة، سجل الجول الثاني، عمر السومة فقط حسية الهداف عنده حسين عبد الغني بعد ما لعب كورة جميلة عدت من المدافع، التوقيت ما كان عند حمدان لكن التوقيت المناسب كان وين؟ عند عمر السومة، وضع الثاني عمر السومة، حط الجول الثاني، هدأها بالخبرة، قال لمرسيل قروهي خذها على يمناك، هذه رفعة الخبير، راحت عند المتخصص للنادي المتخصص في الديربي، للنادي المتخصص النادي الأهلي، قلعة الكوز، احتضان ما بين خبرة وعمالة موجودة هنا لعمر السومة، وهنا في الجوهرة لا يمكن النادي